أصدقائنا أصدقائنا حسين وهيفار، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد من جزيرة المالديفة. وللأسف اليوم هذا آخر يوم بهاي الجزيرة، راح نترك الجزيرة وأيمن يعني شوفوه بايد ما يريد يعرف المكان، والله ما يريد يرجع. بس خلاص انتهت سفرتنا بهذا المكان، راح نرجع هذا بلوك رجوع لألمانيا، نبدأ عن الجزيرة. الجزيرة كانت من أروع السفرات اللي سافرناها بحياتنا. اعلان غير مدفوع، اعلان غير مدفوع، لان هو كريستيانو مسوي اعلان. هاي جزيره جزيره كريستيانو رونالدو، الجزيره اللي نولد بيها كريستيانو رونالدو وبيها متحف كريستيانو رونالدو. اللي ما شاف الفيديوهات اللي راحت انصحكم تشوفوها، لان فيديوهات كلش تستاهل المشاهده. وقبل ما نبدي اهم شيء سووا لايك للفيديو وقناه محمد الفاضل، لا تنسون التحدي، ممكن تشوفونا بالمالديف اذا وصلنا محمد 5000 مشترك. سووا له لايك سبسكرايب لحسين، يستاهل تعب كلش على الفيديوهات. يلا وانتم تستاهلون اكيد. ولا تنسى اليوم احنا راح نطير من اخطر مطارات العالم، يعني اليوم راح نقلع من اخطر مطارات العالم، فلا تضيعون هاي الفرصه ان تشوفون هذا الاقلاع. جانا تاكسي مرسيدس، راح اروح نسعد ونتوكل. ثانك يو. خلينا نسعد بالسيارة ونروح للمطار. الحمد لله وصلنا. طبعا هذا المطار اللي هو يطلع على المحيط الأطلسي، مطار كريستيانو رونالدو. طبعا احلى شيء هنا ما احتاجينا حتى جواز للسفر، يعني احتاجينا بس الاوز بايز، بس الهويه او الاقامه الالمانيه، ما احتاجينا اي جواز. ايمن كذلك من اجى ما طلبوا لا رجعه ولا راحه، يعني من دون جوازات قاعد نسافر بين هاي الجزيره وبين المانيا. شيء كلش حلو يعني. طبعا اكو شغله قاعد تصير بالمطار، ان الطياره ما قاعد تقدر تنزل لهذا المطار، يعني الموضوع كلش صعب، والطياره لحد الان ما قاعد تقدر توصل للمطار، ما قاعد تنزل. هسه راح نشوفكم انه بالبرنامج الطياره وين حاليا. الطياره هي النقطه الحمراء، ما ادري شايفينها؟ اذا شايفينها في طيارتين، هاي الطياره الحمراء، الطياره تبعتنا صارت لفه مرتين، ذيك اللفه، هي ممنوع تصير بالطيران هاي اللفه، بس هن لفوها استثنائيا لانه ما قدروا ينزلوا بالمطار، هن يعني حاولوا ينزلوا لك كم لفه صاروا لافين. يعني شوف كم فرغ مفترين هاي الطياره ما اللي قاعد تنزل، كم مره تفتر حتى بس تريد تنزل، بس الموضوع صعب يعني. خطوره بهذا المطار، خطوره لا توصف. طبعا للاسف طيارتنا هاي قاعد تشوفوها نزلت للمطار ورجعت طلعت من جديد، يعني ما قاعد تقدر تهبط 100%. يعني هاي صار المره الرابعه. هسه صعدنا فوق وقاعد نشوف الرياح من هذا المطار، صراحه الرياح كلش عاليه، الطياره ما قاعد تقدر تنزل. الطياره واحده نزلت ما قاعد تشوفوها، بس الطياره الثانيه اللي نصعد بها احنا ما قاعد تقدر تنزل، وهاي العالم كله قاعد تنتظر انه الطياره تنزل او لا. طبعا هذا اللي يشوفوه هو هذا فقط المدرج، زين، وهسه الطياره حتطير، راح نشوفكم شلون تقلع، بس وين راح تروح ما نعرف. أصدقائنا للأسف يعني آخر المسجدات أنه الرحلة انتهت 100%، انتهت وماكو أي رحلة اليوم تطير من هاي الجزيرة. الناس كلها انتشرت، وحاليا راح نطلع من المطار، للأسف ما قدرنا نوصل ألمانيا اليوم، وراح نرجع نشوف نأجلنا الفندق ونشوف شنو راح يصير ويانا. ما أعرف، ما أتوقع أن الوضع راح يكون هيك. صلى الله محمد. والله يا جماعة نهاية يعني حزينة اليوم، بس شو يعني لا حكم على إرادة الله. أكيد هي إرادة الله، ويعني الوضع هون الطيارات ما عم تنزل من الهواء، والطيارات الثانية كلها لقوة لأنه الهواء كثير قوي هون، ما عم تنزل ولا طيارة. طبعا الحمد لله والشكر لقينا فندق يعني حالة اضطرارية يعني، ومثل ما قاعد تشوفون هذا الفندق اللي لقيناه، خلينا ننام بيه اليوم ونشوف شو راح يسوي ويانا باكر. أصدقائنا هذا اليوم الثاني، قبل شوية يعني كنا موجودين وين؟ هي من المحيط، وقاعد نشوف الطيارات شلون تنزل وتطلع.
الوضع لحد الان تعبان واحنا عاصين بالجزيره ما قاعد نقدر نطلع من الجزيره وراح نحاول هسه محاوله كذلك محاوله ان شاء الله تكون ناجحه. الطيران كل اللي شفناه يهبط يعني قاعد نشوفه بعين المطار مقابلنا يهبطن الطيارات ويطلعن من جديد يطيرن. الوضع كلش صعب والرياح كلش عاليه وان شاء الله هاي المحاوله راح نروح هسه المطار انا ومحمد وان شاء الله تنجح المحاوله. ما نعرف نرجع ما نعرف ما نعرف ناجر بيت بالجزيره ونبقى وصلنا للمطار المرة الثانية وراح نشوف المحاولة الجاية إن شاء الله نقدر نطلع من هاي الجزيرة. طبعا الوضع للأسف لليوم الثاني لغت جميع الرحلات على هذا المطار لغت وما قدرت أي طيارة تنزل بهذا المطار. مثل ما قاعد تشوفون المطار صارت بأزمة يمكن أول مرة تصير بهذا المطار وحاليا راح نشوف فندق ثاني راح ناخذ فندق. الحمد لله والشكر حاليا حصلنا فندق وراح نبقى بالجزيرة الله أعلم قد راح نبقى بس أهم شيء عندنا فندق. طول ما في هواء وريح وعواصف ما احنا طالعين من فنشر قاعدين ما عند رونالدو. الله يعلم ايش قد راح نبقى بهاي الجزيره بس اهم شيء حاليا عندنا فندق من شركه الطيران الخاصه. خلينا نفتح الفندق يا ابو وصلنا. يا سلام طبعا الغرفه ولا اروع ما شاء الله. راح نبات يومين انا او يومين لحد ما تنحل مشكله الطيران. هذا الفندق هو من شركه الطيران يعني مو على حسابنا الخاص فالفندق يعني توب. على مواج صعوبة الرياح شو راح اسوي به؟ باع فوق هذا. أصدقائنا طبعاً هذا اليوم الرابع وإحنا محجوزين بالجزيرة. غيرت ملابسي وقلت بلكي الله إنه شوية يروح الشر بس جينا للمطار وكذلك متابعين الطيران الجو. للأسف المرة الرابعة الطيارة ما قدرت تهبط بهذا المطار حتى تأخذنا من هاي الجزيرة. يعني الوضع كل صعب صح وإحنا محبوسين بالجزيرة. هذا صار اليوم الرابع يعني اليوم الرابع يفشل الطيران ويانا وسبحان الله مو بس احنا يعني تقريبا 90% من الطيارات تحاول تهبط بهذا المطار بس العملية تفشل. صارت الساعة بالخمسة وبعدنا نحاول نلقى اي حجز يطلع على ألمانيا وهاي العالم كلها كذلك مثل ما قاعد تشوفوها كلها محجوزة بهذا المطار. فان شاء الله يا رب انه بلكي الله عندنا اخر شانس بعد خمس دقائق او ربع ساعة تبين انه اذا تقدر تنزل الطيارة او لا. اذا ما نزلت كذلك يعني نايمين بهذا المكان. الله نزل 18 ساعة. الله نزلت الطيارة الحمد لله والشكر طيارتنا نزلت واخيرا الحمد لله والشكر ربي الحمد لله والشكر دعاء العالم لنا وكل شيء كان موجود بالانستغرام وثقنا كل شيء بالانستغرام وان شاء الله انه العالم استفادت من هاي الرحله وصحيح كانت فيها صعوبه بس الحمد لله وصلت. طبعا اليوم انا كلش فرحانه وليش فرحانه والحمد لله والشكر راح يجي حسين بس حسين ما قال لي اني راح اجي يريد يسوي لي مفاجاه طبعا بس المفاجاه مالته انكشفت. هو دز لي مسج قال لي هيفاء انا ما عندي شحن وتليفوني باي لحظه يفصل الشحن
فقلت له اوكي مو مشكله، قلت له انا هم تعبانه راح انام، بس انا قبل هاي اللعبه كليتها انا عارف انه هو مسافر انه جاي بالطريق. خبرني سنان قال لي فحسين مسوي لك مفاجاه، شنو رايك يعني هو راح يروح يجيب حسين. قال لي شنو رايك هيفا تجيني وياي واحنا نسوي له مفاجاه. فقلت له والله سنان فكرتك واو تجنن. يا الله بعد معاناه بعد معاناه راح نرجع لالمانيا. هيفا كطيب اشتاقت له هسه حاليا. يلا 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 قدرت تهبط. هذا المهبط قلنا لكم عليه، بس هذا المهبط هذا فقط. خلينا نسعى الطيارة، خلينا نسعى. واقيما راح اطلع اشتري ورد لحسين، اجيب له باقه ورد هيك صغيره لانه ما دام جاي من السفر وانا كلش مشتاقه له. تقريبا اول مره من زواجنا لهي اللحظه حسين يغيب عني تقريبا بتسعة ايام ولا مره صارت. هذا الورد مثل ما تشوفون ما اعرف شنو اجيب، اشكال والوان اكو بيه بعد جمال والاناقه. واو هناك زريعات، اجيب لك زرعه اجيب لك شد لحسين. اتشاقه طبعا دارت اجيب ورد من ذني فاني محتاره، خلي اشتري واجي لكم. سويت هيك بهاي الطريقه بصراحه انا عجبتني، وهسه حننطلق. الله بالخير سنان. هلا حين شلونكم؟ شلون صحتكم؟ تعبناك والله. لا يا بيت دائما شارعين قلبك. لا يا بيت حسين مروح المروح هلا ويا بيت. طبعا هنا انا خطيه يوسف نايم، خطيه هياتنا حنوصل لحسن ما باقي لنا شيء، اريد اشوف شنو ردة فعله. طبعا هذا كله هوش مفاجئ. وهذا تخت السنان. هو خطايا وخابرني قال السنان راح اشوف مفاجئ. هيفا مو تقول وابد ما قال. انا اقول له حسين انا اسف يعني، لا مو مبالغ اصلا انا راح اقول يعني نهائيا مو مبالغ. انا اسف حسين بس المره راح اقولها يعني بعد مره خلاص. لا قلت لي مرة ثانية وما أقولها. أنا مو قلت لكم خافوا من إنسان سنان. لبسنا شتائي ووصلنا ألمانيا، وصلنا على البر الحمد لله وشكرا. وهسه راح يجي سنان، طبعا سنان العبيدي راح ينقذنا وياخذنا نروح للبيت ونلتقي بهيفا. طبعا هيفا ما تدري انه انا جيت ألمانيا، ما تدري اي، ما عندها اي خبر، ما نزلت اي حاله، فهسه راح نروح ونشوف شنو راح يصير. طبعا هذا الورد وانا واقفه هنا وسنان ذاك وهناك واقف بننتظره حسين يجي من هاي الجهه. دا انتظره لي هسه ما طالع ودا انتظره يجي. طبعا ما اسولف لكم البرد اللي شفته، طفيت جوا دا انتظره هو حسين اجى وصل، بس وين بالضبط ما اعرف. دبوا علي اني من ورا الجامع. طبعا ذاك هو حسين وصل، ذاك هو ذاك هو ذاك هو ذاك هو حياته ذاك هو. خليني اقرب لكم. حسوني الحمد لله على السلامه، يراد لك شوكليت تطش لكم معودين. لا 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 الحمد لله على السلامة. هلا عمودي شلونك؟ شلون صحتك؟ مشتاقين عمي؟ يلا مشتاقين لك. الحمد لله على السلامة. عمودي يا اخي برتقالي هسه. عصيتوا عصيتوا شنو؟ والله عصينا والله. عصيتوا؟ عصينا والله عصينا يعني والله؟ أربع أيام؟ إيه؟ أربع أيام إضافية بالجزيرة من ورا الطيران. لا بشارة وي. والله معلم الهواء هنيك. إيه؟ الجزيرة. شنو السالفة؟ صدق كذي وحسوني؟ هاي الجزيرة 30 سنة ما صار فيها شيء. لا منو ما حد مثل حبنا أبد، نيالي حبيتك صرت أنا أبو بيتك وبقلبي خليتك، وعدنا ورود من السماء كل الوقت يمهم في دوار روحت إلهم شبوك. Ha ha ha.
انا اسف حسون انا اسف والله الحمد لله على السلامة يا ابي والله عم شلون وش شكرك يعني جيت من الليل وماكو اي باص ماكو علي تدلل الحمد لله شكر يلا الحمد لله على السلامة انت تعلتنا يا سلامة يا ابي هنا نهايتنا مثلا عبان هنا بالبيت نهايتنا يا ابي شو تقولهم؟ ونشكر في المتابعة كان الفيديو صراحة كانت الرحلة روعة ومحمد كان يعني صديق بالرحلة هو وأيمن ما يتعوضون والله ولا تنسون يا أبا أهم شيء الاشتراك بالقناة وكذلك التحدي مال محمد بعده أن نوصل 5000 مشترك إن شاء الله إن شاء الله يستاهل والله محمد تنسون كذلك قناة نور السلام شكرا هذا السنة هو الأساس حبيبي يلا باي 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 باي